كوكو الناس، كوكو حبايبي، اشخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى وكالعادة تكونوا بألف خير ان شاء الله، ويبقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف راه الاجواء عندكم؟ كاينه شي شتا ولا الجو سخون؟ مكانش شتا والو. حنا البارح واليوم كان الشتا والشتا ديال بصح. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله على الشيوة هادي لي غسلات الأرض وغسلات حتى قلوبنا، الحمد لله والشكر لله على أي حاجة عطاها لنا الحمد لله. المهم غنتفرج عليكم أحبابي وبنات، ويلا معايا نوريكم لعبة البيجامة اللي كتعجبني ومفضلة عندي لأنها صيفية وديال هاد الحاس خويا. المهم مطولش عليكم بزاف، نوريكم دابا. خليكم معايا. هادي حبايبي هي البيجامة اللي غنلبس لكم إن شاء الله. هادي الفوق دويا حنا باين الفوق كيما تلاتكم تحت. هادي أو الشورت ديالها، يلا أنا دابا غنلبسها. خليكم معايا ما تزافيوش. نطلب ليكم واحد الحاجه اللي خصها تشرب مع اجي. مهم يلاه معايا باش نشوفوا مغذياتنا وتلقاوها ديما قدامكم اللي تبغوا تدوزوا كاس اتاي هذا. المهم راها ساهله ما قالي حتى هي زعما مكلفه. يلاه معايا باش نحطوا هاد الوصفه مغذياتنا وراها ديما وزوينه بزاف بزاف. غنصيب معاكم لي تارتوليت بالكريمه ديال اللوز. المهم كريمه اللوز كنحتاجو سنيده سائل المهم ضوبط المقادير. سنيده 150 غرام، الزبده 150 غرام، هذه ضوبط يعني 300 غرام. غنزيد عليهم قشور ديال الحامض، حامضة وحدة ديال القشور ديالو. ملي تكونو كتحكم في الحامضة متوسطوش البيض ديالها. قبيصة ديال الملح، صافي. وغنحركو، حركو بالطراب يدوي ولا بالطراب كهربائي اللي بغيتو. غنجرب لأنني جبت الزبدة معطلة بزاف، يعني باقا ما تلقاش مزيان، خاصها تكون درجة حرارة المطبخ. أنا دابا خلطتها شوية، غنزيد عليها البيض. غنديرو جوج بيضات كبار. المهم انا غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف وكذلك في الفيديو. الحق الفيديو طويل ما يمكن ليش غنبقى نكتب تما، غنخليهم لكم في صندوق الوصف. انا عندي البيض صغير صغير بزاف صغير، درت ثلاثة ديال جوج كبار او ثلاثة صغار. نديرو الاولى، غنديرو وحدة ونخلطو مزيان حركو، من بعد غنزيدو الثانية والثالثة. حبابي أنا هاد الطراب اليدوي ما صراحة ما غاديش يقضي لكم غرض، ضروري نطرب كهربائي. المهم كتجيكم بحال هكا، ودابا غنزيدو عليها اللوز المطحون
150 غرام. انا دايره التجميع ما درتوه غير الدوبل. اللوز تجيبوه وطحنوه، مسحوه بعدا، مسحوه من الخضره وطحنوه، طحنوه مزيان صافي، ما تحمروه ما والو، شدوه مسحوه مزيان وطحنوه. دابا غنضيفوه لهاد المقادير الضرب. دابا غنزيد نزيدو اللوز مايزينا، غندير انا 3 معالق 3 معالق، نتوما غديروا معايا قطعه كبيره اونص. ونص معلقة ديال الخمية الحلوة والمعلقة صغيرة مع مراش. ديروا نص معلقة صغيرة. المهم كده بي البنات، ها كريمة دي اللوزيانة ديالي. ودابا غنمشي نجيب اللاطة ديالي باش نسكب فيها هادو. هادو خديتهم من بيم، كيعملو شي 13 ونص، يمكن 13 ونص، ممكن 8. انا نمشي نجيب اللاطة ونمشي شوية عليهم يتهرسوا. صراحة أنا ديجا جربتهم، الفاط ديالهم عجبتني بزاف، واخا كتشوفو بحال هكا نهار اللول تا أنا من حاجة وتخلعت، ولكن ملي جربتهم يا سلام. دابا ناخدو معلقة نبداو نعمرو، متعمروش بزاف لأنها ملي كتنفخ كيبدا يهبط في الجناب. أنا معنديش مشكل، ضروري تكون عامرة، أنا وخا يهبط على الجناب معنديش مشكل. نزامون إفيلي رقائق اللوز هادو، مبقاش عندي بزاف، مغنستعملش كلشي، غير معايا شي حنينات صافي. نوريكم على هادشي باش نكمل ما سبق. يوسف هما هاد الرصيب دابا ما عمرتهمش انا بزاف لانني ما عنديش، قلت لكم مبقاش لي
ودابا نكملها. صافي حنا قرب نسالين. بالنسبه للفران ديجا تكون سخن شويه، ديجا يكون سخن باش ملي ندخلو لاطا ديالنا الفران نبقاو فران سخون، شي ندخلو الفران ديالنا. المهم الرقائق اللوزني عندي راك سافيت بيهم. بالنسبه للكريمه راه مازال عندي، نجيب ان شاء الله لي طاقطوط اخرين. وكذلك نجيب رقائق اللوز. صافي القوالب هنا ودابا غنمشي باش ندخل الفران. عرفت كيف يعني انا لا على الكاميرا هم هادو كيف ما كتشوفوا مازال ما دخلتوش الفران، يلا ندخل من دابا. وبالنسبه للزبده نسيت ما قلتش لكم في الاول، الزبده انا راني كندير غير زبده الجوده، زبده الجوده هي اللي كنعمل. نمشيو ندخلها من الفران ان شاء الله، ما نجهدوش عليه من البطل بزاف، المهم في النص، في الوسط ولا النص، في النص ولا الوسط اللي بغيتو، كيما اللي جاتكم مناسبة. ونخليهم يطيبو على راحتهم، ما تنقصوش على العافية من الفران، غيبقاو نشفو ليكم تما. صافي ندخلو الفران وملي نخرجوهم ان شاء الله نوريكم. صحتكم وراحتكم. نس كمان نوريهم لكم بيتي. ومع هذا من بعد ما خرجنا من الفران انا دهنتهم كونفيتور ديال المشمش، مربى ديال المشمش والحامض، عصرت عليهم الحامض على داك المربى، مربى ديال المشمش درت عليه العصير ديال الحامض، حركته مزيان حطيتهم فوق البوطة حتى تغلى شوية. صافي وعملت بيهم بحال شكل ناباج. بالصحة وراح جربوهم وكيجيو لذاد ما شاء الله. بصحتكم حبايبي. ايوا قسما على الله عييت عييت بصح والله الا عييت. مكرهتش غير الخروج بالدهلية، جاو شوية الناس خارجين جاو زوين صراحة والله الا جاو زوين. ايوا احنا الحمد لله على كل حال كالعادة الحمد لله. وعمرت اتاي دابا نمشي نرتاح شوية نجلس نشربو اتاي وناكلو هدوك لي طاقطولات ماشي كامل ولكن شي حاجة. ايوا طولت عليكم في الوطن يا الله معايا، بلاتي بعدا حكا بلاتي بعدا نشرب راني ميتة بعدا شنقول شنو باغندير شنو باغندير مرفوعة معرفتش شنو باغندير. والله ما كملت، بقى ليا البريمة الصغيرة وبقى ليا كوكوت حتى الصباح ان شاء الله. الله يرضى الله. ايوا شخباركم نتوما كي داز نهاركم، كي داز نهاركم كي درتو مع هاد الناس اللي خرجو في البقيزة، يعني الناس اللي خرجو كريم الصباح. انا حسيت بالشا مع السا اليوم، كانت صبات الشا مع السا، صبات الشا مع السا، صبات الشا مع السا الصباح. كما قلت شي خطا قلت شي حاجه ماشي هي صبات، ياك صبات الشا مع السا الست صباح كان رعد واحد الاجواء زعما ما كانش حتى في السمك وقيت لي السمك ديك الاجواء سبحان الله. وانا في بلاصتي تنقول بعض الناس ساكن دي فايقين في الصباح وخارجين يخدموا، والله الله يحسن العون وصرف الله العظيم.
الله يدير الشاوي ديال الخير، الله يدير لينا الشاوي ديال الخير ان شاء الله. يلا خوتي شوفوا نشربوا عليتنا كويس اتاي ناكلوا شويه. انا صافي دابا راه قلب الحب وقلب الناس دابا يلا تصدمس يعني نبقاو شي ساعتين هكذا صافي ما دابا جيش بدا عدا ان شاء الله. يلا مشينا يعني العطاش عطاش مقدرتش ناس في عطاش شرب ونمشي بس شوف زعما فهمتش الناس طلعت الناس وبارك عليكم شهري سنة وجه الناس تخربق يلا نمشيو نينيو ايوا انا مازال كنعس هنا كنعس في هاد الروينه هادي لان الدار باقي ما طرفناش الدار باقي ما غسلناش حيوط المسائل راك عارفي الله يشتي هاد السعيه هادي قبلو على ما وجد مبقاوش تعيبو ولي عيب ولا ضحك ضحك على راسو عيب على راسو أما أنا الساعة أنا مرتاحة حاطة راسي على السادة وباخر الحمد لله سادة 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 مخدة لا سادة مهم متنساوناش من راكم عارفين متنساوناش من اللايكات ومن التعليقات أجلسكم بخير دابا الناس ولدي قال ماشي انا حبايبي البنات نخليكم على خير ان شاء الله في راسكم نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله مشاو نعسو ارتاح شويه ردوا البال راسكم وما تنساوناش من تشجيعات التحفيزات ديالكم ربي معكم باي باي اديوس اميغوس اديوس